السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تبدأ في موضوع تعلم الذكاء الاصطناعي لازم تتعلم برمجة. لو قعدت تسمع كلام كتير وتقرا كلام كتير من غير برمجة مش هتقدر تنجح خالص، على الأقل تبقى فيه اللي هي البرمجة بدون كود. تمام، طيب ايه الحاجة اللي انت ممكن تبدأ بيها لو انت عايز في الذكاء الاصطناعي؟ بتلاقي بايثون. لغات البرمجة أغلبها بيشتغل عادي، لكن هنشوف أحسن لغات برمجة ممكن انت تدخل فيها زي لغة البايثون، لأن في مكتبات جاهزة، يعني مش هتقعد تكتب أكواد كتيرة، لأ هتاخد المكتبة وتقول له فعلها لي، فهتلاقي الأمور ماشية معاك بشكل حلو. المكتبة بتبقى أكواد جاهزة اتعملت منها قبل كده، لكن ممكن تبرمج بلغة السي، السي بلس بلس، لغة الجافا، لغة الليسب، لغة البرولوج، كل اللغات دي تنفع. تمام، هحط لك برضو بعض الحاجات اللي ممكن تفيدك. دي سلسلة فيديوهات تعليم البايثون، وفي كتاب اسمه بيم كودينج، ده هيقول لك ايه لغة البرمجة المناسبة لو انت عايز تبرمج في برنامج معين، يعني كل برنامج بيشتغل على لغات برمجة معينة. البايثون هيبقى فيها مصادر عديدة، في ناس كتيرة شارحة البايثون، في دوكيومنتس كتير، هي لغة سهلة لو قارنتها ببقية اللغات، فيها مكتبات جاهزة تقدر تشتغل مع برامج كتيرة جدا وهي سريعة. لكن قبل ما تبدأ في البرمجة لازم تكون فاهم علوم الرياضيات وأحصاء والجبر والتفاضل، الأساسيات بتاعة العلوم دي هتبقى مفيدة جدا ليك. لو أنت عارف إحصاء والعلوم دي بنسبة 90% و10% برمجة هتعمل حاجات خطيرة جدا، لكن لو أنت فاهم برمجة بس وجيت تعمل البرنامج ومش فاهم الإحصاء هتلاقي البرنامج بتاعك مش هيطلع بالشكل القوي، لان انت المفروض تفهم البرنامج فانت مش فاهم الاحصاء، فهتلاقي الموضوع بالنسبه لك صعب والنتائج اللي هتيجي انت مش تقدر تقول لا هي دي في الحدود المتاحه ولا في مشكله. فلازم تتعلم بعض العلوم في الاحصاء، واكاديميه خان عامله شرح جميل جدا للموضوع دوت، او لو انت درستها في الجامعه هتبقى مفيده ان انت تعمل مراجعه عليها. في لغه اسمها لغه رينج، ودي اللي عاملها المهندس مصري محمود فايد، تقدر تبرمج بيها الذكاء الاصطناعي. تمام، هسيب لكم فيديو بس يشرح الفكره، وهي لغه اوبن سورس زي البايثون برضه. طيب لو انت تركت علوم البرمجه وعلوم الرياضه ممكن بقى تعمل ايه؟ تتعلم الخوارزميات بتاعت تعلم الاله، وده فيديو يعني كورس كامل تبع يوديسي، وفي كورس حلو قوي ده انا خدته اللي هو بتاع كورسيرا، ولما تخلص الاتنين دول ممكن بقى تشوف الفيديوهات ديت. ولازم تتواصل، يعني الذكاء الاصطناعي كل يوم بيطلع حاجه جديده، فلازم تكون انت متابع لكل حاجه بتحصل. دي لغه مثلا اسمها كوبرا، دي شرحت فيديو ليها، دي لغة برمجة في الذكاء الاصطناعي. تخيل ان انت يعني بشكل مرئي كأنك انت بتلعب لعبة. تمام، بتقول له لما اقول لك شغل تاخد المعلومة الفلانية تحطها في المكان الفلاني وهكذا. تمام، طيب عشان الوقت اوريك حاجة جاهزة كنت عاملها اهوت، اديته ملف معين وقلت له خد البيانات وابدا يستنتج لي، فجاب لي التحليل بالشكل دوت. تقدر ان انت تقول له لا ده انا عايزها بالشكل ده، عايزها بالشكل دوت، فبيبدا يستنتج القيم اللي جايه. ودي اهم حاجه في حاجات الذكاء الاصطناعي، دي ما بكتبش اكواد، انا بس بفكر تفكير منطقي واوصل الحاجات ببعض. دي احدث الابحاث، تقدر ان انت تشوف اللينكات ديت، ودي بعض الكتب المفيده جدا. وفي منصة اسمها جيت هاب، دي ميزتها ان كل الناس تحط البرامج اللي هي برمجتها على الموقع دوت. ده يعتبر زي بمناسبة سي في ليك، لو انت مبرمج بتدخل او اي شركة بتدخل بتلاقي ان انت مشارك في برامج كتيرة جدا وحاطط اكواد كتيرة جدا، فده بمثابة سي في حي ليك. دي بعض المكتبات المهمة جدا في الذكاء الصناعي زي ايزي اي اي، سيمبل اي اي، بايثون داتالوج، اي اي ام اي، دي افضل المواقع التعليميه، تقدر تدوس على اللينكات ديت وتاخد الكورس. دي شهاده انا خدتها. تمام،
اتمنى يكون الموضوع سهل ولذيذ. ان شاء الله هرفع لكم الباوربوينت وهرفع لكم برضو كتيب صغير كده عشان الناس تبدأ في الذكاء الاصطناعي.